طاقة بشرية قدرت بأزيد من 600 موظف، وبمساعدة وتأطير هيئات ذات خبرات عالمية، أخذنا على عاتقنا رهاناً أساسه تحديث وتوسيع خارطة السكك الحديدية في بلد يشق طريقه نحو مستقبل تنموي واعد. فبدأ التحدي عبر برنامج ضخم لوزارة النقل، أوكلت مهامه إلينا الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية. أنا سريف. السكك المنجمية في عهد الجزائر المستقلة أعيد تحويلها إلى مشاريع متطلعة نحو التحديث والإنجاز، ومع مطلع عام 2000 تم إحداث قفزة نوعية بإنشاء خطوط حديدية عصرية وتجهيزها بأحدث الأنظمة العالمية. فارتكز الرهان علينا سنة 2007 لتتضاعف قدرات الإنجاز منذ 2008 إلى يومنا هذا على طول شبكة السكك الحديدية في الجزائر، والتي بلغت 4000 كيلومتر بعدما كانت تقتصر على مسافة 1700 كيلومتر فقط. وينتظر أن يبلغ طول الشبكة 6300 كيلومتر بعد استكمالنا تنفيذ 22 مشروع قيد الإنجاز على مسافة 2300 كيلومتر، منها مشروع عنابة رمضان جمال بمسافة 96 كيلومتر، مشروع وادي تليلات تلمسان بمسافة 132 كيلومتر، وكذا مشروع خميس العفرون بمسافة 56 كيلومتر. وفي هذا المجال تشير معالم الدراسة لدينا أن خط السكك الحديدية سيبلغ مداه نحو تثنية وتحديث الخط الشمالي الممتد على مسافة 1822 كيلومتر، وهو بمثابة العصب الرئيسي الجامع بين خطوط السكك الحديدية عبر كافة التراب الجزائرية. هذا ونسهر على تجهيزه بأحدث الأنظمة العالمية من أنظمة إشارة واتصالات، مع العلم أن عدة مقاطع قد سلمت وأخرى قيد الإنجاز. لا يمكن أن ننكر الدور الفعال والجهود المبذولة لوكالتنا التي جعلت من إنشاء الخط الجديد للهضاب العليا على طول 1162 كيلومتر موازياً للخط الشمالي ويعبر معظم ولاية الهضاب العليا، باعتبار هذا الأخير همزة وصل بين الشرق والغرب من خلال فك العزلة عن المناطق النائية. الشطر الأول منه مستغل يمتد من تبسة إلى ولاية المسيلة على مسافة قدرت بنحو 412 كيلومتر في انتظار استكماله، وهو يشهد تقدما في وتيرة الإنجاز.
أما شطر الثانية الممتد من المسيلة شرقا إلى مولاي سليسلا بولاية سيدي بلعباس غربا على طول 750 كيلومتر، فهو قيد الإنجاز. ومن الناحية الغربية دخل خط وهران بشار بطول 574 كيلومتر حيز الخدمة منذ نهاية 2010 بمقاييس عالمية متطورة. ومن الشرق الجزائري على طول 388 كيلومتر الخط الجديد المنجمي الذي يمثل رابطا حيويا نظرا لأهميته في استغلال المناجم المتواجدة في المنطقة لتنطلق أشغال عصرنته وكذا كهربته طول الخط، وفي القريب العاجل ستنطلق أشغال تثنيته بعد الانتهاء من الدراسات ليتم تمديده إلى ولاية الوادي في الجنوب الشرقي على مسافة 200 كيلومتر. وإلى العمق الصحراوي تتفرع شبكة السكك الحديدية في الجزائر بإنجازات ومشاريع محل الدراسة، وذلك لفك العزلة ولتقريب الحركية التجارية في هذه المناطق من الجنوب، إذ يربط خط تجرت جبل العنق مثل ما هو الحال بين بسكرة وولاية الوادي، وهو أيضا الدور على الجهة الجنوبية الشرقية الممتد من ولاية البليدة شمالا إلى حاسي مسعود جنوبا في انتظار استكماله نحو تجرت. وفي الأفق مشاريع قيد الدراسة تتعلق بالحلقة الجنوبية الغربية من غرداية إلى بشار مرورا بالمنيعة وتيميمون وأضرار وبني عباس وعبادلة على مسافة 1500 كيلومتر، وكذا من بشار إلى تندوف. وعلى متن الزمن سيصبح القطار السريع بسرعة تزيد عن 300 كيلومتر في الساعة في عنوان آخر للعصرنة والتطور الزمني يحسب مرة أخرى للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية أناثريف.